الطفل يحتاج إلى أن تداريه وتعامله ببراءة وبطفولة وبألعاب وتسلية حتى يكبر معاه نفسيته. ويقول علماء السلوك أن الطفل إذا انحرف، يعني إذا كبر في انحرافه، فسببه أن أهله لم يدلوه في البداية على المتع، فلما يكبر ما عنده متع وهو طفل يفقد هذا الجانب النفسي فيخسر. ولذلك لا نستغرب لما النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالسلام على الطفل إذا كان على اليمين، وفي أشياخ الكبار كلهم موجودين فيبدأ باليمين وإن كان الطفل موجودا. لماذا؟ لأنه بيرفع من شأنه، بيرفع من مكانته، لأنه لو خسر هذا الموقف يخسر كثيرا. وليلني قولوا الأحلام والنهى، لكن يمكن للطفل أن يكون في الصف موجود. وذلك من الموقف السلبي الخاطئ، بعض الناس إذا كان الطفل في الصف الأول يأخذوه يقول ارجع ورا يا ابني، أو يكون كذا يقول لك روح يا ابني في الطرف الأخير، وهذا خطأ. لا يوجد لا نص شرعي ولا رأي صحيح، لا من الدين ولا من علم النفس، لا من الدين ولا من الدنيا. فقط ليلني أولو الأحلام منكم والنهى، الذين يفتحون على الإمام الخلف تماما، فقط هي مسألة من يفتح عليه، وربما يكون الصغير هو الذي يفتح عليه، لكن هذا لا يوجد نص أن يبعدوهم أو أزيلوهم عن هذا المكان. لا، كان يبدأ بهم قبل الأشياخ، ومعروف عادات العرب. إذن القرآن كان يركز على مسألة السلوك عند الأطفال.